كوره ما بقى ما اتفرجش على كوره خالص، انا اسفه جدا يعني خالص يعني بس طبعا نشجع محمد صلاح عامه يعني فخر زي ما بيقولوا فخر العرب. انا مؤخرا بقيت بتفرج على سلاح عشان جوزي زياد السيسي لعيب منتخب مصر في سلاح صبر، فمؤخرا يعني بتفرج على سلاح، مش بفهم القوانين قوي بس بحاول يعني اشجع على قد ما اقدر. بحب الجري قوي عامه، بحب المسافات الطويله وكده، متهيألي كنت ممكن ابقى لعيبه العاب قوه لو ما كنتش بلعب سكواش. بحب الجري، احب اعمل يوجا كمان. زمان وانا صغيره كنت بلعب هاند بول وكانوا بيقولوا لي ان انا كويسه يعني، بس اضطريت اختار ما بين الهاند بول والسكواش فاخترت سكواش يعني. Three, four.